أطلق المرشح الرئاسي عبد السند يمامة حملته الانتخابية بعقد مؤتمر صحفي استعرض خلاله المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، وقال إن برنامجه ليس له موائمة سياسية لكنه رؤية وخطة شاملة لحل المشكلات، مشكلات قائمة يعيشها المواطنون يوميا. الوفد ضمير الأمة. على هذه الخلفية أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة عن برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحفي وصف بالعالمي. البرنامج اعتبره المرشح الوفدي رؤية وخطة شاملة وحلولا واقعية لمشكلات يعيشها المواطنون يوميا. ما نهدف إليه هو إصلاح التعليم وعودة مصر إلى دورها الريادي، والحل الذي أقترحه هو أن نستلهم منهج التجربة الأمريكية تحت شعار أمة في خطر، والحل هو التوجه الآمر لإصلاح التعليم. الإصلاح التشريعي أيضا كان له مكانا في برنامج يمامة الانتخابي، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء. ونرى الحاجة إلى إضافة نصوص دستورية مجلس الشيوخ ليمارس دوره التشريعي، حيث أنه للأسف منزوع باختصاصات التشريعية. واستعرض الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي تفاصيل المحور الاقتصادي ببرنامجه الانتخابي، مشيرا إلى بعض النقاط للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، منوها إلى تغيير السياسات المالية والنقدية واتخاذ كافة السبل لإعادة جدولة الديون. بخصوص السياسات المالية والنقدية، أولا وعلى وجه السرعة اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية أصحاب الديون على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول، أو اقتراض قرض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض مجملة. ولم يغفل برنامج المرشح الوفدي السياسة الخارجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسد النهضة والعلاقات المصرية الدولية. المادة 10 نصت تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النية. أعضاء حزب الوفد وقيادته من جانبهم أعلنوا على أهمية مشاركة حزب الوفد في هذه الانتخابات، معتبرين ذلك أمرا طبيعيا تأخر تنفيذه. يريد أن يعود إلى المقدمة، ويريد أن يكون حزب الأغلبية، وليس كلنا مصريين ونحن نؤيد القيادة السياسية في الأمن الداخلي والسياسة الخارجية، ولكن لنا تحفظ ولنا اعتراض على السياسة الاقتصادية. وفي النهاية اعتبر يمامة برنامجه الانتخابي وثيقة مكتوبة متعهدا بتنفيذ ما جاء فيه. يرى الوفديون أن ترشح الدكتور عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية هو خطوة حقيقية لعودة الوفد إلى مكانه الطبيعي على الساحة السياسية المصرية. ويرى البعض أن نجاح المرشح الوفدي يحتاج إلى معجزة، فيما يرى يمامة نفسه أنه جاء ليحقق المعجزة. أحمد هندي، التلفزيون المصري.